قدم برنامج صباحكم نور هذا الأسبوع حلقة بعنوان مريم العذراء أم الكنيسة، واخد استضاف البرنامج في الاستوديو الايكونوموس بطرس جنحو كاهن رعية دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصوفية بعمان، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من الأب فرح حجازين والأب مودي هنديلي. فإلى هناك ببدأ في مقدمة بسيطة نقول ما يلي: على يد حواء دخلت الخطيئة للعالم، وعلى يد العذراء دخلت النعمة. على يد حواء فقدت البشرية جنة عدن، وعلى يد العذراء فتحت أبواب السماء. على يد حواء دخل الموت إلى العالم، وعلى يد العذراء استعادة البشرية الحياة الفائقة الطبيعة. مريم العذراء وحدها دخلت السماء بالنفس والجسد، والقديسون هم في السماء بأنفسهم، أما أجسادهم تنتظر القيامة الأخيرة. نقول حتى نميز ما بين صعود يسوع وانتقال العذراء: صعود يسوع هو الذي صعد إلى السماء بقوته الذاتية والإلهية، وأما انتقال العذراء فإن يسوع هو الذي نقلها إلى السماء. ماذا يعني عيد انتقال العذراء إلى السماء؟ هو الاحتفال لانتقال مريم العذراء إلى السماء بالنفس والجسد حالا بعد وفاتها، دون أن تعرف فساد وعقاب القبر. السؤال الذي يتبادر لذهن كل مسيحي: كيف كانت نهاية العذراء؟ هل ماتت؟ الإنجيل المقدس لا يذكر لنا شيئا بهذا الخصوص. أجل إن مريم قد ماتت، المهم هو أنها مثل ابنها لم تتعرض لفساد القبر، بل أخذت إلى السماء بالقدرة الإلهية جسدا ونفسا. فبالرغم من كونها منزعة عن الخطيئة الأصلية التي عاقبتها الموت، قد ماتت مثل ابنها الذي عليها أن تقتدي به. قال أحد الآباء: يموت البشر بحكم خطاياهم، أما المسيح فلقد مات محبة بالخطأ وكفارة عن الخطايا، وماتت العذراء توافقا واقتداء بابنها وتمجيدا له. ما هي المستندات العقيدة؟ على ماذا استندت الكنيسة حتى تعلن هذه العقيدة؟ أولا على الكتاب المقدس. إن الكتاب المقدس يثبت أن العذراء لم تعرف الخطيئة، هي الممتلئة نعمة، هي المباركة في النساء، هي المرأة التي تسحق رأس التنين، وهي المرأة الملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر، وهي المرأة المولود منها يدعى ابن الله. فساد القبر هو عقاب الخطيئة، فهل تخضع له أم الله التي لم تعرف الخطيئة؟ كلا، قد أعفيت منه. ثانيا التقليد. منذ القدم والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بعيد انتقال العذراء، وفي عيدها قال القديس يوحنا الدمشقي سنة 760 ميلادي: اليوم العذراء البرية من الدنس لم تعد إلى التراب. كيف تقع في سلطان الموت من كانت للجميع ينبوعا للحياة الحقيقية؟ ولكن بصفتها والدة الإله الحي فمن العدل أن تنتقل إلى يسوع. سنة 451 زار بطريرك القدس جوفينال القسطنطينية، فقال له الإمبراطور مارسيان: لقد سمعنا أن قبر العذراء عندكم في القدس، فابعثوا لنا بهذه الذخيرة لحماية مدينتنا. فأجابه البطريرك: نعم، إن القبر عندنا لكنه فارغ منذ أيام الرسل. ثالثا المنطق. المنطق يقول: حيث يكون الابن هناك يجب أن تكون الأم. الأم التي اشتركت في عملية الفداء يجب أن تشترك في عملية القيامة. ليس من اللائق بالمسيح أن يترك جسد أمه الذي حمله 9 أشهر يعرف فساد القبر كبقية أجساد البشر الخاطئة. العذراء التي لم تعرف الخطيئة ليس من العدل أن تعرف قصاص الخطيئة وهو فساد القبر. رابعا تعليم الكنيسة. انطلاقا من المستندات الثلاثة التي ذكرناها، أعلن قداسة البابا بيوس 12 أعلن عقيدة الانتقال سنة 1950 بقوله: إن الإيمان بأن العذراء مريم أم الله البريئة من الخطيئة الأصلية والدائمة البتولية لما بلغت نهاية مطافها الأرضي قد رفعت إلى السماء نفسا وجسدا في المجد السماوي هو عقيدة موحى بها من الله. خاتمة. ماذا تعمل العذراء في السماء؟ امتيازات العذراء الجديدة والجليلة
لم تبعدها عنا ولم تنسى أبنائها على الأرض، فهي في السماء لهم شفيعة قديرة تستمطر علينا النعم وتحمينا من الشرور. أبونا يعني بيت بدون أم ناقص يتم، ويعني وبدون العذراء نحن بيتم، ولكن نشكر الله بشهر آب هالشهر المخصص لأمنا مريم العذراء وتحت رعايتها. الأجمل أنه عم نعطي مريم العذراء مكانة الصدارة في بيتنا في عائلاتنا وفي قلوبنا، والأقدس من هيك أبونا أبائي علاقتنا بمريم العذراء من صلب إيماننا المسيحي، هي اللي حكت سوف تطوبني جميع الأجيال، وهالشي مستمر لنهاية العالم ملتزمين فيه، وهي دعوة أنه نثابر على الإكرام اللائق، الإكرام اللائق إما بالشهر المريمي أو بصلاة المسبحة أو بصلاة البركليسي أو بصلاة المدائح. ففي علاقة محبة والتزام بأمنا مريم العذراء. أحد البابوات البابا الطوباوي بولس السادس قد ما كان يعني بعلاقة مميزة مع أمنا مريم العذراء، كان يحكي عن تلاوة صلاة المسبحة الوردية كل يوم، حكى بأنها صلاة تلخص الإنجيل بأكمله، وهي بنفس الوقت أسهل صلاة يتلوها الفقير الغني العالم الجاهل اللاهوتي المؤمن البسيط الممارس على قبول الأسرار وغير الممارس. فاليوم أحباء يعني أبونا أبتي والمستمعين الأكارم، اليوم أول ما نصحى ببساطة الإيمان والصلاة منصلي الأبانا ومنصلي السلام، حتى في الكنيسة في البيت قبل النوم أثناء المشي في السيارة بشكل فردي بشكل عائلي بشكل جماعي في الكنيسة، كلها صلاة وكلها صلاة مقبولة. فمريم العذراء ما بنستغني عنها بكل الأوقات أبدا.